قصة مرعبة، فإذا كان قلبك من القلوب الضعيفة فأنصح أن لا تسمع هذه القصة. قصة الشبح من العمل بعد أن انهكها التعب طوال اليوم، التبت على سريرها عندما سمعت الساعة تدق الواحدة بعد منتصف الليل. حدقت مورام في الحائط المقابل لسريرها، فهو دائم ما يظهر عندها هذا الوقت. لم يظهر كالمعتاد، عندها شعرت بالراحة وعلمت أن بإمكانها الخلود للنوم دون مضايقات. مر ما يقرب من أسبوع على هذا الوضع، مما جعل مورام تتخيل أنه لن يعود الظهور مرة أخرى، وأن نصيحة صديقتها بأشعار ضوء الشموع قد آدت بثمارها. ولكن ولأنها في بعض الأوقات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، عاد الشبح للظهور مرة أخرى، لكنه لم يكن وحيدا في هذه المرة. استيقظت مرام كالعادة متأخرا قليلا في الصباح، فاليوم عطلة. ذهبت لتصنع قهوتها الصباحية، لكنها لاحظت أن كوبها المفضل ليس في مكانه. أقنعت نفسها بأنها قد نسيت أنها وضعته، فهي تشعر نفسها بأمان. خرجت كالمعتاد لتشتري احتياجاتها، عندما وضعت أن سياراتها قد خدشت بشكل كبير، لكن لم تعد للأمر اهتمام. قابلت أصدقائها علاوة على ذهابها للصالة الرياضية، لتعود بعد ذلك إلى المنزل تفتح التلفاز لتتابع فيلمها المفضل. ما هي إلا لحظات قليلة وبدأت تسمع أصوات غريبة. تستمر مريم في مكانها، وفي داخلها تتمنى أن ليس ما تفكر فيه، خاصة بعد أن رجعت الأحداث إلى مرة بهذا الصباح. انقطع الضوء، وعندما بدأ الصوت في الاقتراب والازدياد كانت الغرفة إضاءتها خافتة بسبب الضوء القادم من الشارع. ظهر ما كانت تخشاه مرام، لكن لم تكن تلك المشكلة الواحدة، ولقد ظهر معها اثنين آخرين. بدأت الأصوات تعلو، الأكواب تتكسر. بدأت مرام تشعر بالمياه تحت قدميه، خبطت على الباب بشكل شديد ومتكرر. حاولت مرام الصراخ كأن يسمعها أحد، لكن صوتها قد خانها.